السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني وأخواتي في الله، اليوم راح نتكلم عن حقوق الزوج على زوجته. وقبل ما نتكلم عن الموضوع يا أخوان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث والسنن، أتمنى من كل واحد يشارك في قناتي ويدعمها وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة، ونسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا أخوان. ومن نعمة الله علينا ما ذكر في كتاب الله الكريم في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة يا أخوان. والعلاقة الزوجية يا أخواني ويا أخواتي علاقة عظيمة حفظها الشرع، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الأربعة، ومن الأربعة من الأشياء الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أركان السعادة الزوجة الصالحة تعينه على ماذا؟ تعينه على أمر دينه ودنياه، تعينه على أمر دينه ودنياه. إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته. طبعا يا أخوان هذا حديث صحيح رواه أبو داود والطبراني. ويا أخوان مثل ما الله سبحانه وتعالى أعطى حقوق للزوج، أعطى حقوق للزوجة، وإننا نجد يا أخوان في كثير من المشاكل الزوجية والاضطرابات الأسرية العائلية وما يترتب عليها من الشقاء وتضييع الأولاد وانفراط العقد الذي بينهم بسبب عدم معرفة كل من الطرفين لحقوق الآخر. يا أخوان يا أخوان يجب علينا، يعني أنا أتكلم عامة للرجل والمرأة، يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، نعرف حقوق الزوج والزوج يعرف حقوق الزوجة. حق الزوج يا أخوان على زوجته، ورح نتكلم بحق الزوجة على زوجها. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا الله تعالى أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل. أحبتي في الله، ولم يبين الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها سابقا فضل كل واحد على صاحبه من الحق مفسرا، ولكنه بينه في غير هذه الآية وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فمما بينه الله تعالى في حق الزوج على زوجته قوله تعالى: للرجال قوامون على النساء. هذه آية في سورة النساء آية 34، حيث أفاد ذلك إلزام طاعة الزوجة لزوجها يا أخوان، ووصفه الله سبحانه وتعالى بالقيام عليها. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهن عليهن من حق. يا أخوان حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 3366. وكما روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظمة حقه عليها، والذي نفس محمد بيده لو كان من قدمه إلى مفرق راسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. رواه أحمد في الصحيحين وصححه الألباني. يا أخوان الأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين النبي عليه الصلاة والسلام حق الزوج، وقد دلت النصوص من القرآن والسنة على عظمة حقه والتأكيد عليها، وأن على الزوج القيام بمضمونها. وقد قال ابن قدامة رحمة الله عليه:
وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى سبحانه وتعالى: والرجال عليهن درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا أخوان، ورضاء الزوج يا أخوان من رضاء الله سبحانه وتعالى، رضاء الزوج على زوجته من واجبات الجنة لها. ومن واجبات الجنة للزوجة يا أخوان تركها إيذاء زوجها، فإنها إذا لم تؤذي زوجها فيكون هذا الكف من أسباب رضا الله تعالى عليها. وقد جاء في الحديث أن المرأة من الحور العين للرجل تقول وهي في الجنة وهو في الأرض: إذا آذته امرأته من أهل الدنيا، شوفوا يا أخوان، إذا آذته امرأته من أهل الدنيا لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندي زورا، يعني زائرا، يوشك أن يتركك أو يفارقك إلينا. يا أخوان، هذا وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بسورة البقرة. الله سبحانه وتعالى هنا يخص المرأة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني يجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف. مثل ما هم الرجال لهم حق، برضو النساء لهم حق يا أخوان. وهناك العديد من القصص في الإسلام يا أخوان عن حق الزوج لزوجته وحق الزوجة لزوجها. روى أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه يشكو خلق زوجته، فوقف على باب عمر ينتظر خروجه، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه، وعمر ساكت لا يرد عليها. فانصرف الرجل راجعا وقال: إن كان هذا حال عمر مع شدته وصلابته وهو أمير المؤمنين فكيف حالي؟ فخرج عمر رضي الله عنه فرآه مواليا عن بابه، فناداه وقال: ما حاجتك يا رجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي واستطالتها علي، فسمعت زوجتك كذلك، فرجعت وقلت: إذا كان هذا حال عمر أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي؟ فقال عمر: يا أخي، إني احتملتها لحقوقها علي، إنها تطبخ الطعام، تخبز الخبز، تغسل الملابس أو الثياب، مرضعة لأولادي، وليس ذلك كل واجبها، ليس عليها ذلك، هذا مو واجب المرأة يا أخوان، شوفوا واجباتها، واجبات المرأة، وليس ذلك واجبها، ويكن قلبي بها عن الحرام، تمنعه عن الحرام سبحان الله. فإن احتمل لها لذلك، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، وكذلك زوجتي. قال عمر: فاحتملها يا أخي، إنما هي مدة يسيرة. وكما معروف يا أخوان بأن المرأة شديدة الغيرة، وهنا نأتي إلى قول ابن مسعود رفعة الله أنه كتب على المرأة الغيرة، على النساء الغيرة كتب الله سبحانه وتعالى، وعلى الرجال الجهاد، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان له مثل أجر الشهيد، سبحان الله يا أخوان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أي الزوج جنتك ونارك، أي هو سبب دخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك، فأحسن عشرته ولا تخالفيه أمره. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يتجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من موالي حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. أي يا أخوان، لا ترفع صلاتهما إلى الله تعالى في رفع العمل الصالح، ونسأل الله السلامة والثبات في ديننا. وللحديث بقية يا أخوان، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتكلم بحقوق الزوجة على زوجها، وإنما المقام كبير، ونسأل الله السلامة والمغفرة لنا ولوالدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.